ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الكريب المحشي بالفراخ والسبانخ والجبنه والبصل الاخضر وكمان البشاميل، وادينا له شويه بشاميل على الوش وحطيناه في الفرن تحت الشوايه عشان ياخد اللون الجلاتان. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض الاكله الثانيه، وهي جايه من اسيا او شرق اسيا، هي الصيني، شرايح اللحم البقري الصيني. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه. انا عندي من كيلو لربع لكيلو لحم فيليه متقطع شرايح رفيعه، وثلاث معالق زيت وبصلايه متقطعه شرايح، وثلاث ثمرات فلفل الوان برضو شرائح، وكمان عندنا 200 جرام من المشروم، وثلاث معالق بصل مبشور او مفروم، وثلاث فصوص ثوم، ومعلقتين جنزبيل اخضر مفروم، وكمان عندنا معلقه سكر، معلقتين صويا صوص، ومعلقتين خل، كوبايتين مرق، ومعلقتين من الكورن فلاور او النشا، وهنقدمه مع جلاس نودلز. وهقول تاني المقادير عشان تكتبوا الاكله دي حلوه قوي هتعجبكم. عندي من 750 جرام لكيلو لحم فيليه متقطع شرايح، وعندي كمان 3 معالق زيت وبصلايه، و 3 ثمرات فلفل الوان، و 200 جرام من المشروم متقطع شرايح، و 3 معالق بصل، و 3 فصوص ثوم مفرومين، وكمان عندنا معلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، معلقه سكر، معلقتين صويا صوص، معلقتين خل، كوبايتين من المرق الدجاج او اللحم، وكمان عندي معلقتين من الكورن فلاور او النشا، وهنقدمه مع الجلاس نودلز. لما نيجي عندها هقول لكم عملنا ازاي. دي اللحمه الشرايح بتاعتنا اهي، شكلها شايفين اهي يا مجدي، شرايح رفيعه. يعني انا جبت اللحمه الفيليه قطعتها شرايح رفيعه كده، الله ينور يا مجدي. وبعدين هناخدها كده مباشره، هنديها شويه من الملح بسيط قوي عشان عندي صويا صوص. يا استاذه ايمان، استاذه اماني، الو. ايوه اهلا بيك. عليك الحمد لله. الحمد لله بخير ربنا الحمد. الو حضرتك اتفضلي. شوفي بعد اذنك كنت عايزه اعرف طريقه العمل. انا يا حاجه ربنا يكرمك. اكتب بقى عشان ما ننساش حاجه. حاضر من عينيا، هقول لك على الحجازيه، وعندنا القرع العسلي، وعندنا الايس كريم والقرع العسلي. حاضر، هجاوب عليهم دلوقتي حالا، بس بعد ما نخلص الطبق بتاعنا ده ان شاء الله. هناخد كده طاسه سخنه نحط فيها الزيت، زيت سخن اهو، وننزل عليها باللحمه مباشره. حطينا اللحمه كده، وبعدين هنقلبها كده سريعا. انا حطيت في طاسه سخنه ليه؟ عشان تعمل عمليه شوك اللي انا بقول لكم عليها، ان هي تخلي اللحمه تقفل المسام بتاعتها وتحافظ على القيمه الغذائيه. في طاسه ثانيه هنعمل بعد كده ان شاء الله فلامبي، يعني حاجه كده قدام الناس تولع على الهواء ان شاء الله. حاضر، هناخد شويه زيت. شكرا يا مجدي، شويه زيت كده، وننزل بقى بالبصل المفروم، وكمان الجنزبيل المفروم، وكمان الثوم المفروم، وما تنسوش ان انا عندي الكريب اخباره ايه يا سعد كده، بص عليه. ونقلب البصل والجنزبيل اهو مع زي ما قلت لكم الثوم، ده الثلاثي زي ما قلت المشترك في كل الاكلات بتاعه شرق اسيا، ده اساس. في بقى يزود فلفل حامي، في ما يزودش، بس ده الاساس مع الصويا صوص. تعالوا بعد ما دبل شويه كده هنديله معلقه السكر. معلقه السكر دي بتعمل معادله مع الصويا صوص، وتخلي نسبة الملح اللي في الصويا مش باينة قوي، يبقى عملية معلقة السكر دي علشان تعمل معانا المعادلة. الله ينور يا سعد. وده شكل الكريب بتاعنا، طلعه سعد اهو، مجد هيجيبه لكم حالا. شايفين شكله؟ هو ده الكريب بتاعنا بعد ما خد اللون اللي انتوا شايفينه الجراتان. تعالوا بقى نرجع للحمة بتاعتنا كده، وهنغرف لكم منها شوية ما تقلقوش يعني ان شاء الله. اللحمة بتاعتنا بدأت المسام تتقفل، وكمان زي ما انتم شايفين تحصل على اللون اللي انا بقول لكم عليه. وعندي في نفس الطاسه الثانيه البصل والجنزبيل والثوم والسكر. اول ما كده السكر داب معايا اهو، هنطفي بالخل ونسيبه يغلي مع بعضه غلوه، يعني يتشرب الثوم والبصل والجنزبيل يتشرب من الخل شويه كده عشان يتكاثف زي ما بيقولوا ويأثر شويه. يا استاذه نرمين، الو. الو اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايزه اسال عن العزيزيه. العزيزيه عملناها امبارح حضرتك، هقول لك عليها. حاضر، حاجه تانيه؟ الو، هجاوبك ان شاء الله على العزيزيه، كنا عاملينها امبارح لو حضرتك كنت شفت الحلقه، بس انا هجاوبك عليها. حاضر، شايفين كده بقى الصوت بتاعنا بدا يتكاثف، الخل اشربه. هنضيف عليه هنا صويا صوص بتاعنا، وناخد معلقتين من المرق ندوب فيهم الكورن فلاور، وبقيه المرق نضيفه على بقيه الصوص ونسيبه يغلي مع بعضه شويه كده. اول ما هيغلي معانا هنشوف هنعمل ايه. ما ننساش ان انا عندي في الطاسه الثانيه اللحمه كده ودخلت في التسويه، نضيف عليها بقى البصل المتقطع شرايح، ونضيف عليها الفلفل الالوان اهو، وكمان اول ما هيدبل معايا كل الحاجات دي. طبعا اللحمه دخلت في السوى، لان انت عارفين لحمه الفيليه ما بتاخدش وقت خالص في السوى اهو، والصوص عندي جاهز اهو. بعد ما نخلص كده اللحمه بتاعتي مع الخضروات دي كده تبدا تدبل الخضار. انا مش عايز الخضار يستوي ويتهري معانا، انا عايزه يبقى الدنتي، يعني يبقى بيقرمش اهو، عشان احس ان انا باكل فعلا اكل صيني. اول ما يدبل معايا هنزل عليه بعد كده بالمشروم بتاعنا، وهنزل على الصوص ده اول ما يغلي بالكورن فلاور، ونضيف الاثنين مع بعض، وبعد كده هنقدمه مع الجلاس نودلز. والجلاس نودلز اللي انا قلت عليه قبل كده مرارا وتكرارا بنعمله ازاي. انا بجيب الجلاس نودلز من بشتريه من السوبر ماركت، بيبقى ناشف، حط كزرونه او حله على النار بتغلي الميه، اول ما تغلي الميه انزل فيها الشعريه الشفافه بتاعتي واسيبها تطلع معايا مستويه بالشكل ده، شايفينها دي شكل الشعريه الشفافه، ما بتاخدش ادنى مشكله في عمايلها. لو انا حطيت زي ما كان واحد زميل يعني صديق بيقول لي حطها والميه بارده، لو انا حطيتها والميه البارده هتبقى عجينه مش هتنفع، فلازم الميه بتاعتنا تغلي. بعد ما تغلي الميه انزل فيها الجلاس نودلز واشيلها بسرعه، اخليها متغطيه لغايه ما يستوي معانا ويبقى بالشكل ده. وده ادي شكل الجلاس نودلز. تعالوا بقى نبص اخر حاجه اللحمه، بعد ما يعني اما تحسوا كده ان شكل خضروات اكتر من اللحمه، تقولوا فعلا الطبق ده غني جدا وجميل جدا. ولكن ثقافه الطهي عندنا في مصر مختلفه، احنا عايزين اللحمه اكتر دايما في الاطباق بتاعتنا، لكن بره هم دايما بيبقوا، ايوه يا مجدي والله دايما بيبقوا بره الناس رشيقه وخفيفه وبتعمل مجهود خارق وما بتتعبش، لان كميه الخضروات الموجوده في الاطباق بتاعتهم بتبقى اكتر من كميه البروتين الحيواني، عشان كده تلاقيهم الناس كلها ما شاء الله صحتها زي الفل. لكن احنا عندنا عايزين، على راي مجدي بيقول لي عايزين الهبر، وما ادراك ما الهبر. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنربط الصوص بتاعنا بعد ما الصوص غلي كده اهو، هننزل عليه بشويه من الكورن فلاور ونقلب اهو، خلاص ربط معانا، نسيبه يغلي غلوه كمان اهو، مش عايزينه يتقل خالص عشان ما يبقاش زي العجين، هسيبه يغلي غلوه. واول ما هيغلي هضيفه فين؟ على الخضار بتاعي مع اللحمه، واغرف طبقنا ان شاء الله. عشان كده عايزين نستاذنكم في فاصل سريع، بعد الفاصل هنشوف مع بعض شكل الطبق بتاعنا عامل ازاي. ما حدش يشوف في اي مكان، مش هنغرف غير اما نرجع. خليكم معانا دايما على تلفزيوننا، تلفزيون الحياه.